نعم يا يوسف، ازيك يا مستر؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. محمد عبد القادر ده يبقى صاحبي ايه معايا يعني معايا. ماشي يا يوسف، اوكي موجود يعني في الميتنج. ايوه موجود. طيب اوكي، اتفضل يا عبدو. معلش يا مستر، هو انا محمد، بس هو الكمبيوتر هنج خالص ومش عارف كان في مشكلة وظبطته يعني. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، مفيش مشكلة خالص، عادي اتس اوكي okay. انا خدت بالي، هو قال لي ان انت في ريموت عندك، مفيش مشاكل. طيب يلا هكمل. ده بالنسبة للمود، يبقى اقول تاني بسرعة كده ان المود is the most common value، اكتر رقم متكرر. طيب تاني حاجة، كان زمين، وساعات بيجي في الامتحان اسمه ارثمتيك مين، عادي ما تخضش، المين هو هو الارثمتيك مين. الارثمتيك مين كان ليه رول سم اوف اول فاليوز اوفر نمبر اوف فاليوز. ازاي يعني يا مستر؟ يعني سي مثلا لو جه قال لي ده مين، of 2, 3, 5, 7 and 8 is space. هحسب مين ازاي؟ هعمل النمبرز اللي هم اداني دي كلها all of them plus، لا انا براجع، انا هراجع الاول بعد كده هسال زي امبارح، هراجع الاول بعد كده هسال زي امبارح، كل الناس ايده. هعمل لهم كلهم بلس اوفر عددهم، يعني هعمل 2 بلس 3 بلس 5 بلس 7 بلس 8 اوفر عددهم. هم كام واحد يا مستر رامي؟ 1 2 3 4 5، يبقى اوفر 5، هتطلع الاجابه 5، يبقى خلاص الاجابه 5. شكرا، بس ده المين ما فيهوش مشكله خالص. يبقى تاني المين بجيبه ازاي؟ بعمل لهم كلهم بلس بعض اوفر عددهم. طيب تالت واحد، كان ذا ميديان، الميديان بتحسب ازاي؟ افتكروا كلامي يا جماعه، الميديان ده يعني الرقم اللي في النص. نعم يا ايثار، ايثار اتفضلي. مستر هو ممكن تشرح تاني المين؟ المين نمبر 2. اه طيب خليكي معايا ما تقفليش المايك بتاعك. ايه اللي مش فاهماه؟ انا بقول لك في المين هو هيديكي مجموعه ارقام، مجموعه ارقام زي كده، شايفه الارقام اللي انا بعلم عليهم دول؟ اه كم رقم دول يا ايثار؟ خمسه. حلو خالص، 5 نمبرز. هعمل ايه عشان اجيب المين منهم؟ بعمل لهم بلس بعض اوفر عددهم، بلس بعض اوفر عددهم، يعني هعمل ال 2 بلس 3 بلس ال 5 بلس ال 7 بلس ال 8 اوفر عددهم، اوفر 5 زي ما انت قلتي لي، عملت لهم كلهم بلس بعض اهو اوفر عددهم، لما حسبتها على الكالكوليتور طلعت الاجابه 5. بس كده، دي صعبه؟ لا طب ممكن اديكي واحده وتحليها بس انا بس ما كنتش عارفه. تمام اوكي، معاكي الكالكوليتور بتاعك؟ ايه معايا. اه طب اوكي، احسبي لي المين بتاع النمبرز اللي انا عملها لك دلوقتي، 2 7 1 معايا؟ إيثار مايك اتقفل، اوكي فتحت لك تاني. إيثار اتفضلي. أقول لك الأرقام تاني؟ أيوه
Okay. 2, 1, 7, 6. حداشر ونص. حسبتيها ازاي؟ عملتهم بلس وقسمتهم على بعض. لا بصي بقى، لما تيجي تعمليها على الكالكوليتور لازم تعمليها فراكشن كده زي ما انا قلت، ما تكتبيليش الارقام وتعملي ديفايد في الاخر، ما تشغليش دماغك. انا قلت ايه النمبرز اللي قلتها؟ 2 تمام 1 7 6 اوفر كام؟ اوفر 4. شوفيها كده هتطلع كام؟ فور. صح. ضلنا كده اوكي؟ اوكي. ماشي في المايك بتاعك. يلا. الميديان يعني ايه الميديان يا مستر رامي؟ يعني الرقم اللي في النص، الرقم اللي في النص. طب الرقم اللي في النص ده بجيبه ازاي؟ يعني مثلا لما يجي يقول لي سؤال ذا ميديان اوف نمبرز 2 3 7 5 and 9 is not. افتكر بقى الرقم اللي في النص، الناس تغلط وتقول لك 7 يا مستر. لا ثواني ثواني، بعد اذنك قبل ما تختار الرقم اللي في النص رتبهم لي الاول، اعمل لهم ارينج. يعني طب ارينج من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ يعني ascending ولا descending؟ عادي ولا يفرق معايا، براحتك. ده صح وده صح. هرتب اهو 2 3 5 7 and 9. شيل رقم من هنا، رقم من هنا، رقم من هنا، رقم من هنا. مين اللي في النص؟ ال 5. يبقى الميديان معناها الرقم اللي في النص. طب يا مستر رامي ساعات بيطلع فيه رقمين في النص؟ اه عادي، ايه المشكله؟ زي كده مثلا ذا ميديان اوف 3 7 2 5 1 9 is not. اجيب الرقم اللي في النص ازاي؟ عادي خالص، هنرتب الاول سوا. يلا 1 2 3 5 7 9. مين اللي في النص؟ شلت واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا. اوبس، لقيت رقمين في النص. هتصرف ازاي؟ بص بقى، هعمل لهم بلس بعض over 2 بلس بعض over 2، الاجابه هتطلع 4. شكرا. وده كان الميديان. في سؤال بيجي تريكي على الميديان؟ اه واحد بس ومش تريكي قوي يعني. يقول لك ايه؟ if the order of median is fifth then the number of values is not. نور حاتم اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ عايزه تجاوبي ولا عايزه تسالي؟ اجاوب. يلا بينا. عارفه الفكره بتاعت السؤال اصلا؟ يعني شويه. طيب بيقول لي لو الاوردر بتاع الميديان ده فيفس، الخامس، الاوردر بتاعه الخامس، يبقى هم كلهم كام رقم؟ تعالي كده نشوف، نتناقش انا وانت سوا يا نور. وهو الخامس يعني قبليه كام واحد يا نور؟ ثلاثة. لا هو الخامس قبليه ثلاثة. قبليه أربعة. أيوه صح كده، قبليه أربعة. طب نقول قبليه أربعة. صح. لو هو الخامس أهو، أهو الخامس هو ده أهو، قبليه أربعة. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح كده؟ وعشان هو الميديان والميديان دايما في النص، فلو قبليه أربعة يبقى بعديه كام واحد يا نور؟ أربعة. صح.
بعديه كمان أربعة، لأن هو ميديان وهو في النص، قبليه أربعة. طب أنا عرفت منين إن قبليه أربعة؟ عشان هو قال لي ده الخامس، هو اللي قال الخامس قبليه أربعة وبعديه أربعة، يبقوا كلهم يا نور كام واحد؟ ناين. صح، ميرسي يا حبيبتي، شاطرة خالص. ثانكس. في المايك بتاعك. طيب ده بالنسبة ليونت 3 واللي ممكن يجي في يونت 3، مفيش حاجة تانية ينفع تيجي فيها. تمام كده؟ اللي عايز ياخد الصفحة سكرين شوت، أنا هسيبها ثواني أهو. هسيبها لكم 10 ثواني أهو، خدوها سكرين شوت لو حد فيكم ما كانش بيكتب. طب كله ينزل لي ايده عشان انا عايز اللي رافع ايده اللي عنده اسئله بس قبل ما اقفل الصفحه دي. كله ينزل ايده ما عدا اللي عنده سؤال. نعم يا مالك اتفضل. مالك ماشي اوكي. يوسف الهواري اتفضل. مستر انا مش فاهم اخر سؤال. خليك فاتح المايك يا يوسف، خليك فاتح المايك يا يوسف. احنا متفقين يعني ايه ميديان اصلا؟ يعني الرقم اللي في النص. قفلت المايك ليه؟ هفتح لك تاني اهو. يعني ايه ميديان؟ يعني ايه ميديان يا يوسف؟ يعني الرقم اللي في النص. جميل خالص. لما هو يقول لك يا يوسف ترتيبه الخامس، ترتيبه الخامس زي هنا كده، هو اللي قال هو ترتيبه الايه؟ الخامس. طيب يبقى في قبليه كام رقم يا يوسف؟ نعم في قبليه كام رقم؟ خمس ارقام. لو هو الخامس يبقى قبليه اربعه، صح ولا غلط؟ اه. طيب عشان احنا عارفين ان الميديان دايما في النص، الميديان دايما في النص، فلو قبليه اربعه يبقى اكيد بعديه كمان. ايوه أربعة. لو قبليه أربعة يبقى بعديه أربعة، يبقى كلهم كام رقم يا يوسف؟ تعالى نعد سوا كده. 8 وهو 8 وهو يبقوا 9. تعالى نعدهم سوا كده. بص كده، شايف النقطة اللي على الشاشة؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. صح ولا غلط؟ صح. ماشي يا حبيبي اوكي. ايه في المايك بتاعك؟ خلاص يا مستر. عفوا يا حبيبي. ماشي. طيب. في حد طالع اسمه عندي 1 2 3. اتفضل. انا فتحت لك المايك عايز اسال على حاجه بس اسمك مش ظاهر. بليز يا جماعه بعد كده لما نيجي نخش باسامينا اوكي. اتفضل يا احمد عندك سؤال؟ عايز بس مستر علشان بس الجهاز ده مش بيبقى اسمه كده كده، فما يعرفوش يغيروا الاسم، فاهم يا مستر؟ الايه؟ ما يعرفوش يغيروا الاسم. هو اسم الجهاز بس بيبقى اسمه 1 2 3، فما يقدرش هو يغير الاسم. اوكي 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 ماشي يا حبيبي. كان عندي الحوار ده زمان. ماشي يا احمد. ازيك يا عمر اتفضل عندك سؤال؟ ازي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ بعد اذنك مستر اني عايز اسال سؤال بس هو مش في الدرس، ينفع؟ مش في الدرس ده، في درس تاني يعني؟ هو عايز اسال سؤال بس، هو درس الدروينج هينجي في الامتحان؟ بص يا عمر هقول لك على حاجه، هو الامتحان خلاص لغايه دلوقتي والله اعلم، لو ما غيروش كلامهم تاني، انت عارف كل شويه في قرارات جديده بتطلع يعني. لغايه دلوقتي الامتحان تشوز بس، ف
ففي التشوز ما فيش رسمه خلاص، تمام كده؟ ده بالنسبه للدرونج لو ده سؤالك يعني، تمام؟ تمام ماشي. يلا بينا نكمل. تعالوا نتكلم عن يونت 1. كله نازل ايده؟ هكتب سريعا اشكال الاسئله اللي ممكن تيجي على يونت 1، هبقى سريع شويه. اللي عنده مشكله يبقى ارفع ايده. كله نازل ايده دلوقتي؟ يلا بينا. اول حاجه if x plus 2 over x minus 3 belongs to Q, then x not equal not. انا في العادي في المسائل دي حبايبي دايما 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 هبص تحت، ما ابصش فوق خالص. ابص فوق امتى؟ لو كان قال لي ايكوال زيرو، انا قلت لكم ان في اتنين شبه بعض قوي من كتر ما هم سهلين الناس بتلخبط في الامتحان. انا هكتب الثانيه قبل ما اجاوب دي. الثانيه اهي if، هكتب نفس المساله x plus 2 over x minus 3 equals 0 then x equals نقط. لما يقول لي x equal 0، لما يقول لي اسف الاكسبريشن ده equal 0، ساعتها هبص فوق. طب والاجابه تبقى كام يا مستر؟ 2؟ لا، عكس اشارتها، عكس اشارتها، يعني هي بلس 2 تبقى نيجاتيف 2. طب لو هي نيجاتيف 3 تبقى بوزيتيف 3. بس كده. اقول تاني، لو قال لك not equal ببص تحت، لو قال لي ايكوال زيرو ببص فوق. نعم يا لامار. ازي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا لومي؟ الحمد لله. لا كنت هسأل بس حضرتك، لما يبقى نوت ايكوال بنبص فين، ولما تبقى ايكوال بنبص فين؟ طيب بس انت ما تربطيش بنوت ايكوال وايكوال، انت تربطي كله دايما 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 ببص تحت، الا لو قال لي ايكوال زيرو، الا لو قال لي ايكوال زيرو، تمام كده؟ ايكوال زيرو دي هبص فوق، تمام؟ ايكوال زيرو ماشي تمام. فين الماي؟ تمام شكرا يا مستر. عفوا يا حبيبتي. طيب ايه تاني ممكن يجي على يونت 1؟ يلا خليكم مركزين معايا كده. The additive identity element in Q is not. أو يقول لك the multiplicative identity element in Q is not. ماشي. الناس بقى اللي رفع ايديها، اللي عايز يجاوب يلا. رؤى محمد اول حد رفع ايده قدامي، يلا يا رؤى. حبيبي صح. بصي بقى عشان متفقين، ساعات بيقول لي اسم تاني للاديتيف ايلمنت، الاديتيف ايدنتيتي ايلمنت، يقول لك ايه بقى اسمه؟ نيوترال ايلمنت اوف اديشن. نيوترال ايلمنت اوف اديشن هو هو الزيرو برضو. طب نيوترال ايلمنت اوف مالتيبليكيشن هو هو ال1 برضو. اوكي ميرسي يا رؤى. طيب ايه تاني؟ The additive
inverse of 1 over 2 power 0 is not. يلا روح نزلي ايدك خلاص عشان نشوف اللي بعدك. محمود عمرو اتفضل يا محمود. محمود نعم. يلا حبيبي 1 over 2 power 0 انا هحلها الاول. 1 over 2 power 0 دي هتطلع كام؟ تعرف على الكالكوليتر كده 1 صح 1 برافو. طيب اديتيف انفرس بعمل فيه ايه يا محمود؟ بعكس الاشاره صح. ده كده بوزيتيف فالاجابه هتبقى نيجاتيف. تبقى نيجاتيف 1 برافو. خليك معايا ما تقفلش المايك. شكرا يا محمود بس خليك معايا عايز اعلي الليفل شويه واقول لك طب ولو سالني قال لي ده مالتيبليكيتيف انفرس اوف واداني نفس السؤال 1 اوفر 2 باور اوف 0 از. يلا بينا الاول احلها زي ما انت قلت لي فالاجابه هتطلع كام؟ 1 1. محمود فاكر يعني ايه مالتيبليكيتيف انفرس اصلا؟ اه يعني ايه؟ الرقم اللي بقى فوق بحطه فوق بحط تحت والرقم اللي تحت بحطه فوق. علامة يا ابني يعني هنشقلبه يعني مثلا لو كان 2 اوفر 5 هخليه انا 5 اوفر 2 صح كده. طيب ده اكنه 1 اوفر 1 فلما اجي اشقلبه يبقى 1 اوفر 1 اللي هو 1 برضه صح يبقى 1 صح كده. حبيبي محمود ميرسي ايه في المايك بتاعك. ماشي ايه تاني يا مستر ممكن يجي؟ يقول لك ايه؟ The number that light have the way half the way او mid point او middle way كله زي بعض between 1 over 2 and 3 over 5 is not. مين؟ مريم محمد تفضلي يا مريم. ازي حضرتك يا مستر؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اول حاجه لازم انا اخلي اللي تحت زي بعض. اوكي وبعدين فهعمل 2 تايم 5 ماشي. هعمل 2 تايم 5 فهتبقى 10 تمام. بعد كده هعمل 5 تايم 1 فهتبقى 5 اوفر 10 وال 2 تايم 3 ب 6 فهعمل 6 اوفر 10 و 5 اوفر 10 تمام. بس مش هينفع عشان كده مش ما بينهم حاجه فممكن نعمل تحت تاني تايم. بصي يا مريوم 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 ممكن اقول حاجه؟ ما حضرتك بص يا حبيبتي اتفضل. طبعا انت شاطره جدا 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 ده لا خلاف عليه. اللي انت بتقوليه دوت اجابه سؤال بس مش ده هو شبهه قوي. ده عارفه امتى اجابه ايه؟ اجابه لما يقول لي عايز ثلاث ارقام فايند ثري راشونال نمبرز لايز بتوين 1 اوفر 2 اند 3 اوفر 5 يعني فانا عامل زي ما انت قلت كده بالظبط. اه انا عامل هنا فراكشن وهنا فراكشن شاطره قوي وعامل دول تايمز بعض وبعد كده كروس مالتيبيكيشن صح كده ويطلع زي ما انت قلت اكتب هنا 10 وهنا 10 وبعد كده اعمل كروس مالتيبيكيشن يبقى هنا 5 وهنا 6 بس ما فيش منهم حاجه فبنقوم عاملين ايه؟ مزودين 0 0 0 0 واجيب بقى اي حاجه ما بين ال 50 وال 60 زي 51 اوفر 100 صح كده مش ده قصدك؟ ايوه طبعا سو سمارت شاطره جدا بس ده مش اجابه السؤال اللي انا عايزه دي اجابه سؤال تاني تمام كده؟ تمام ماشي اجابه السؤال اللي انا عايزه دي انا هفكرك بيها هفكرك بيها. بص يا ستي لما نحب نجيب الرقم اللي ما بين الاثنين دول بالظبط في النص بقى عامل ايه بقى؟
بعمل براكت حلو كده، اكتب الاولاني بلس الثاني، واقوم عامل لهم بره البراكت ديفايد 2. طب ولو نسيت البراكت هتطلع غلط، يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل لهم بلس بعض وبعد كده اوفر 2. احسبيها لي يلا بسرعه، انا مستنيكي. ثانية واحدة. ها؟ معلش ثانية واحدة كنت بجيب الكالكليتر. يلا مستنيك مفيش مشكلة خالص. هتبقى 11 over 20. عاش، شاطر قوي. ثانك يو يا مريم. ميرسي. حبايبي انا اسف الوقت، انا اسف حقكم عليا خالص، انا نفسي اقعد معاكم كتير خالص فعلا، بس مش عارف ليه الوقت بتاع ميتنج قفل. ان شاء الله بكره هكمل معاكم الجبرا تاني باذن الله يعني، وانا اعمل لكم شيت حلو خالص كده لان لكم فيه كل اللي تشوز اللي ممكن يجي في الفاينل في الامتحان، هبعته لكم ميس بون هتبعته لكم، وانا هحله معاكم من بكره باذن ربنا ان شاء الله يعني. ربنا معاكم واشوفكم على خير. انا سايب الصفحه لو حد عايز ياخدها سكرين شوت بسرعه قبل ما اقفلها. يلا عشان الميتنج هيقفل بسرعه.